مصر ودول أوروبية ترسل طائرات لمساعدة إسرائيل في إخماد الحرائق، ونتنياهو يشكر السيسي على تقديم المساعدة. احتجاجات في العاصمة الجزائرية للأسبوع الرابع عشر، والمتظاهرون يرفضون الانتخابات ويتمسكون بالتغيير. ورئيسة وزراء بريطانيا تعلن موعد استقالتها، وقلق أوروبي حول مصير بريكزيت. موجز إخباري، أهلا بكم. أصيب عدد من الفلسطينيين بعيارات مطاطية أطلقها الجيش الإسرائيلي خلال الجمعة 59 من فعاليات مسيرات العودة على طول الشريط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل. وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة قد دعت للمشاركة الفاعلة في أنشطتها اليوم، تأكيدا على المضي قدما في المسيرات حتى تحقق أهدافها. هذا واندلعت حرائق في البلدات الإسرائيلية المحيطة بغزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع. شيع المئات في قطاع غزة جثمان الفلسطيني الذي توفي في السجون التركية زكي مبارك، وذلك بعد وصوله قادما من مصر عبر معبر رفح. وتتهم عائلة مبارك السلطات التركية بتعذيبه حتى الموت داخل السجن، في حين تقول أنقرة إنه توفي منتحرا. ونقل جثمان مبارك إلى القاهرة الأسبوع الماضي قادما من تركيا بعد مماطلة من جانب أنقرة. وأعادت السلطات المصرية تشريح جثة مبارك بناء على طلب العائلة. وكان قد اختفى في الأراضي التركية مطلع إبريل نيسان الماضي، لتعلن السلطات التركية بعد 17 يوما نبأ اعتقاله. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عدد المصلين في الجمعة الثالثة من رمضان تراجع إلى النصف مقارنة مع الجمعة الماضية وسط أجواء شديدة الحرارة. ووصل عدد من أدوا صلاة الجمعة الماضية 200 ألف مصل بحسب دائرة الأوقاف. هذا ويحتاج الفلسطينيون من سكان قطاع غزة أو من سكان الضفة الغربية إلى السير مسافات طويلة تحت أشعة الشمس للوصول إلى الحافلات المتوقفة في الجهة الأخرى من الحواجز العسكرية الإسرائيلية. وفي الشأن الإسرائيلي الداخلي، تعهد رئيس حزب إسرائيل بيتين أفيغدور ليبرمان تعهد بأنه لن يتنازل بشأن قانون التجنيد، لأن نفوذ المتشددين دينيا لا يقتصر على هذه المسألة فقط على حد قوله، بل يمتد إلى مجالات أخرى، موضحا أنه حان الوقت لوضع حد لذلك. واتهم ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإدارة المفاوضات الائتلافية بصورة سيئة للغاية، وهدد بأن الخيار الوحيد المتبقي هو الذهاب إلى انتخابات جديدة إذا لم يتم إقرار قانون التجنيد بصيغته الآنية. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن مصر وأربع دول أوروبية أرسلت طائرات إلى إسرائيل للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تسببت في إخلاء بعض البلدات الصغيرة. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن طائرات مكافحة الحرائق جاءت من قبرص واليونان وإيطاليا وكرواتيا. وصرح نتنياهو للصحفيين بأن مصر بتعليمات من رئيسها عبد الفتاح السيسي أرسلت مروحيتين لمساعدة إسرائيل. اتصلنا بدول كثيرة وطلبنا منها المساعدة في إطفاء الحرائق، واتفقنا على أننا سنتصل بمعظم الجهات. ولغاية هذه اللحظة وصلت المساعدة من كل من اليونان وكرواتيا وإيطاليا ومصر وقبرص، ونحن نثمن ذلك كثيرا. أود أن أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين. تلقينا أيضا دعوات من قبل أطراف أخرى، من قبل السلطة الفلسطينية ومن جهات أخرى. وفي العاصمة الجزائرية اعتقلت الشرطة عشرات الأشخاص قرب ساحة البريد، حيث تلتقي التظاهرات الأسبوعية منذ شباط فبراير الماضي للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة وإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز يوليو. ورغم الانتشار الأمني الكثيف مقارنة بالأسابيع الماضية، تجمع المحتجون قرب ساحة البريد ثم في شوارع وسط المدينة بعد الصلاة مباشرة. وفي ليبيا أصابت صواريخ فندقا في العاصمة طرابلس في هجوم ألقت الحكومة المعترف بها دوليا مسؤوليته على قوات شرق ليبيا
التي تحاول السيطرة على المدينة. ونشرت وزارة الداخلية صورا لغرفة لحقت بها أضرار في فندق ريكسوس، حيث يجتمع مشرعون يعارضون الهجوم الذي يشنه جنود الموالون للقائد العسكري خليفة حفتر. هذا ويحاول الجيش الوطني السيطرة على طرابلس منذ بداية إبريل نيسان، لكنه لم يستطع اختراق الدفاعات الجنوبية. وفي السودان لوح المجلس العسكري الانتقالي بالدعوة لانتخابات مبكرة في حال وصل التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير إلى طريق مسدود. وفي المقابل هددت قوى الحرية والتغيير بالتصعيد السياسي واللجوء إلى العصيان المدني. وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد أخفقا في التوصل للاتفاق النهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته. هذا وتتواصل الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم أمام المقرات العسكرية. التصعيد هو في رأي الشخصي هو حيكون متواصل، والمثيرة لها حتكون مليونية بالتأكيد، لها اعتبارات مقدما كثيرة جدا. المجلس السيادي هو مطلب الحكومة المدنية، هي مطلب الثوار. هم أعتقد أنه التصعيد بتاعهم مواقفهم ومدينهم هم ساكتين من البداية، من يوم 6 أبريل لحد الليلة. وإلى شأن آخر، قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي قال إن بلاده تسعى إلى تهدئة التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران. وقال بن علوي إن بلاده أيضا تسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين البلدين، مشيرا إلى خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره. وأكد وزير الخارجية العماني أن الطرفين الأمريكي والإيراني يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد. أفادت مصادر إعلامية أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط. وكان ترامب قد قال إنه لا يرى حاجة إلى قوات أمريكية إضافية في الشرق الأوسط لمواجهة إيران. وتحدث ترامب الذي يركز على محاولة خفض عدد القوات الأمريكية المنتشرة حول العالم، تحدث قبل وقت قصير من إطلاعه في البيت الأبيض على خطة انتشار جديدة للقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان. وفي بريطانيا أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا مي أنها ستستقيل في 7 يونيو حزيران تمهيدا لانتخاب رئيس وزراء جديد. وتعرضت مي لضغط للاستقالة بعد اعتراض من أعضاء حزبها المحافظين على خطتها الأخيرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. من جهته دعا زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن دعا الزعيم المقبل لحزب المحافظين الحاكم إلى إجراء انتخابات عامة. في غضون ذلك قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قال إنها وصفت قرار مي بأنه محترم. كما أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة دعم شخصية إلى مي بعد استقالتها. إنني أشعر بأسف عميق بسبب عدم إمكاني تنفيذ قرار الاستفتاء. سيكون على خلفي أن يجد طريقة تحترم نتيجة الاستفتاء. لكي ينجح هو أو هي يجب أن يجد الإجماع في البرلمان، وهي مسألة فشلت فيها. لا يمكن التوصل إلى مثل هذا التوافق في الآراء إلا إذا كانت جميع الأطراف مستعدة للتنازل. لقد كان شرف حياتي أن أتولى رئاسة الوزراء وأن أكون ثاني امرأة في هذا المنصب. أنا أقوم بذلك الآن بدون سوء نية، لكن أنا أشعر بالامتنان للفرصة التي منحت لي لأخدم البلاد التي أحب. لا يزال الافتراض أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيحدث في 31 من أكتوبر المقبل كما كان مطلوبا من البريطانيين، حيث أن الناخبين في المملكة المتحدة قد أعربوا عن رغبتهم وقت التصويت على الاستفتاء. فيما يتعلق بالتأهب، أعتقد أننا أصدرنا ما يكفي من الاتصالات الخاصة بالتأهب والقوانين التشريعية والتخطيط للطوارئ، لذلك نحن مستعدون. نحن لازلنا مستعدين مهما كان السيناريو، ولكن بطبيعة الحال فإن تفضيلنا المستمر كما عبر عنه الرئيس وانسحاب منظم على أساس اتفاقية الانسحاب التي تم التفاوض عليها مع المملكة المتحدة. نهاية الموجز. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني وأيضا صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بأمان الله.